لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن ستيف ميتشل، رئيس مركز ميتشل للأبحاث. أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف قرأت ردود الفعل من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب على اتهامات وأيضا على حديث وخطط كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية؟ إن الليلة كانت جيدة للغاية بالنسبة لكاميلا هاريس، لقد أبلت بلان حسنا أفضل من دونالد ترامب، وأظن أكثر من الأشخاص قاموا بالتقليل من شأنها من قبل وظنوا أن أداءها، ولكني أظن أن أداءها كان جيدا للغاية. وترامب حاول الرجوع بنفس الجمل الذي هو معتاد عليها، ولكنني كناخب أظن أن كاميلا فعلت أمورا جيدة. ولكن دعني أوضح أمرا، وهو أن عادة أثناء المناظرات عندما يقوم المرشحين تظن أن هناك مرشح يبلي بلان حسنا أفضل من مرشح آخر، ولكن من الصعب أن تجد مثلا مرشح ناخبين أو مؤيدين ترامب يظنون أن كاميلا هاريس أبلت بلان حسنا. السيد ستيف، يعني كمرشح كناخب، وكنت تتحدث بأنك كناخب، كيف تابعت هذه المناظرة؟ إلى أي مدى المناظرة لربما تؤثر على قرار الناخب الأمريكي، خاصة الناخب المتأرجح؟ This is the closest race in American history. هذا أقرب سباق رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لم يسبق أن كان سباق رئاسي مثل ما حدث هنا اليوم. لم يحدث هذا من قبل. فإذا ما نظرت إلى السباق الحالي بين كاميلا هاريس وهي تقود المناظرة بمعدل نقاط 2.5% أعلى من جو بايدن، فإذا ما رجعت إلى يونيو الماضي كان بايدن متأخرا عن ترامب ب1.5 درجة. إذن هذا السباق هو قريب للغاية لكلا المرشحين. في أمريكا من المهم أن تقود على المستوى الوطني، ولكن بالنسبة نظرا للنظام الذي نستخدمه في الانتخابات الأمريكية هناك عدة ولايات مثل نيفادا وأريزونا ويسكونسن ميشيغان بنسلفانيا وكارولينا الشمالية. تلك الولايات ستقرر من سيفوز بالسباق الرئاسي، وأظن أن وفقا للأداء فإن كاميلا هاريس أبلت بلان حسنا، ولكن ما زال هناك سباق يتوجب الانتهاء منه. هل تؤثر المناظرات الرئيسية سيد ستيف على قرارات الناخبين، أو هل تغير في قرارات الناخبين بالإضافة إلى استطلاعات الرأي؟ بعض هذه المناظرات ستغير من بعض العقول، ولكن ليس بصورة كبيرة. في حدسي الشخصي أظن أن كاميلا هاريس فازت بهذه المناظرة، فربما ستقود بنقطة أو نقطتين متقدمة عن ترامب، ومؤيدوها سيكون سعداء بأدائها، وكذلك فإن من الناحية الأخرى فإن مؤيدو ترامب لن يكونوا سعداء للغاية بأدائه هنا اليوم. وما يحدث بصفة عامة في عندما أنظر إلى مثل هذه المناظرات هو مثل ما حدث أثناء مناظرة جو بايدن، فلا أحد يفوز بالمناظرات، ولكن هناك من يخسر المناظرات.
أظن أن دونالد ترامب قام بعمل أخطاء، ولكنها ليست أخطاء كبيرة تجعله يفقد مؤيديه مثل ما حدث من قبل مع جو بايدن ومؤيديه في 27 من يونيو الماضي. سيد ستيف، هل تعتقد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يعني لربما يعني لم يبلي بلاء حسنا في هذه المناظرة بسبب استخفافه بكامالا هاريس؟ I think that is very 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 probable. أظن ذلك، وهذا هو الأكثر احتمالية. أعتقد أن ترامب يظن أنه محاور جيد للغاية، وربما يظن أنه ليس بحاجة للتحضير قبل مثل هذه المناظرات. لقد قالوا لها أنها كاميلا هاريس من الوزن الخفيف، وأظن أنه قام بالتقليل من شأنها، ولكنها جاءت مستعدة وقامت بالتحاور بصورة جيدة، وربما هذا قام بمفاجأة الرئيس السابق ترامب. ولكن مرة أخرى، هو ليس الأكثر الأشخاص انضباطا حول العالم، ولهذا هو لم يستعد جيدا لمثل هذه المناظرة. وكما يقول مؤيد هاريس، هم يريدون مناظرة أخرى. سنرى إذا ما كان مستعدا في تلك المرة. لقد أدت أداء جيدا. هل تعتقد سيد ستيف بأن يعني الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري حاول ضبط تهكماته على كامالا هاريس، خاصة بأنه كان خلال يعني المؤتمرات التي عقدها قبل ذلك كان يتهكم على هاريس وعلى أصولها، ولكن في هذه المناظرة حاول قدر الإمكان، وحتى عندما تحدثت كامالا هاريس عن أصولها أنكر بأنه يعلم بأن أصولها آسيوية أو هي من أصول سوداء أو غيره. أعتقد أن دونالد ترامب يحاول ضبط نفسه بقدر ما يستطيع ضبط نفسه. بمعنى آخر، هو يواجه مشاكل لضبط سلوكه، ولهذا كثير من الأشخاص لا يحبونه. أعتقد أنه حاول بقدر الاستطاعة أن يضبط من أدائه. ربما إذا ما أعطى، لقد ظن أنه إذا ما قام بإعطاء كامالا هاريس وقتا أطول ربما ستقوم بعمل أخطاء، ولكنها لم تفعل ذلك، وهذا فاجأه بصورة كبيرة. نعم سيد ستيف، ما الخطوة القادمة بعد هذه المناظرة الرئاسية برأي حضرتك، سواء كان للمرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس؟ أظن أن ترامب يريد أن يحصل على مناظرة أخرى معه. سنرى إذا ما ستتم من عدمه. ولكن مرة أخرى أريد أن أوضح أن هاريس فعلت أفضل من ما فعله ترامب في هذه المناظرة. وربما تستمتع بهذا الزخم لمدة 4 أيام أو ربما أسبوع، ولكن عندما تنظر إلى ما يقسم هذه البلاد والناخبين تجد أن كامالا هاريس up by one. أن استطلاعات الرأي تظهر أن كامالا هاريس متقدمة بنقطة، ثم ترى ترامب متقدم بنقطة، وترى هذا الانقسام خلال الانتخابات، وتجد أن الأصوات 50% و50%، ولم أرى مثل هذه الحال منذ عقود هذا السباق محتدم. وأظن أن الديمقراطيين لديهم ميزة، وكامالا هاريس أنهم لديهم التمويل
تميل لشراء المداخلات التلفزيونية. وعلى سبيل المثال في ميشيغان كاملا هاريس بالحصول على 4 أضعاف التمويل الذي حصل عليه دونالد ترامب. كذلك نفس الأمر حدث في جورجيا، ومن ثم فهم يقومون بدفع أموال أكثر للتلفزيون للحصول على أوقات أكثر للمداخلات. وكلا الحزبين سيتصارعان على بنسلفانيا، ومن سيفوز ببنسلفانيا هو على الأغلب سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية. وأظن أن كاملا هاريس أبلت بلعا حسنا وخرجت من هذه المناظرة بنقطة أو نقطتين، وأظن هذه النقاط ستتلاشى بعد أسبوع وسترجع الأمور كما كانت. نعم، أشكرك كل الشكر سيد ستيف ميتشل رئيس مركز ميتشل للأبحاث على كل هذه التفاصيل.